مساء الخير. شوفوا منو صار موجود. فرح، سلام. مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ تمام الحمد لله. ايش فيك متوتره يعني؟ كل مو متوتره والله، توني قاعده من النوم. او كنت مسويه قبلها لايف وشافوني. شو كنت مسويه باللايف؟ اللايف كنت قاعد على اساس انه ميك اب توتوريال، بس طول الميك اب توتوريال ساكته ما ادري ليش. اول شيء نبي نبارك لك نجاح، تعبك راضيك بالطريق. كان فيك الزمان وبانتظار عرض كلام اصفر. الله يوفقك يا رب فيهم. اجمعين يا رب. شلون كان رمضان؟ والله مر بسرعة الحمد لله. يقول سعود، يقول لا تخافين في الروح. انه يعني انه ترى هم معاك. اي ادري كلكم معي، 544 شخص ادري كلكم معي. زين فرح، اول شيء بنبدا فيه يعني اليوم عادة في اي لقاء وفي بدايات اي لقاء دائما نروح حق البدايات. بداياتك كنتي كنتي طفلة بريئة صغيرة، كنتي مميزة تظهرين على الشاشة بشكل وايد مميز. ذكريني في أول البدايات. بدايتي طبعا كانت قبل 10 سنين، كان عمري 12 سنة. كان مسلسل بعد منتصف الخوف بنفس السنة، سويت مسلسل فضة قلبها أبيض. اثنيناتهم حق المخرج غافل فاضل. طبعا أول شيء أنا رحت له سويت الأوديشن. اللي هو التقييم يعني. الاختبار. فالحمد لله يعني أول شيء أنا ما كنت حاطة ببالي إنه هو راح يعني يستانس علي ولا مثلاً يعجبه الأوديشن والأداء اللي سويته، بس يعني الحمد لله استانست وأعطاني أول مسلسل 28 حلقة. 28 حلقة. يس. كانت من أمك في المسلسل؟ سمية الخنا. أوكي، نوجه لها أكيد تحية. بعدين رحتي مسلسل فضة قلبها أبيض. يس. ومن بعدها انطلقتي في الهدامة وغيرها وغيرها من الأشياء. عندي سؤال وايد مهم. فرح الهادي اللي كانت في فضة قلبها أبيض والهدامة هي نفسها فرح الهادي اللي اي نفسها الحين؟ كان اي نفسها، بس زادت بس 10 سنين كبرت، بس نفسها هي موجودة. ما تغير فيها كلش شيء. كلش معقولة ما صارت اكثر اصرار او قاعد اكيد اكيد في اشياء تغيرت، بس نفسها موجودة فرح، بس يعني تغيرت للاحسن. بس والله اكثر شيء يلفتني فيك فرح انه في كمية كبيرة من الهدوء في شخصيتك اللي احنا شفناها طول 9 سنوات. في السنة الأخيرة بدينا نلاحظ ان فرح الهادي اختلفت تماما وصارت اكثر يعني قرب من الجمهور، حتى في تواصلك مع السوشيال ميديا صرتي وايد مختلفة. اذا قلنا ان هذا الشيء لا علاقة بشيء معين، شنو ممكن يكون هالشيء؟ انا اصلا انا بطبيعتي دائما هادية، حتى للحين انا هادية، بس عشان شيء اسمك فرح الهادي. اسم على مسمى. انزين، بس حسيت انه لازم يكون في بيني وبين الجمهور تواصل علشان يعرفون فرح، يعني شخصية فرح شلون حياتها اليومية، شنو تحب. بس حسيت انه لازم لايف اطلع لهم سناب اصور لهم. فبس والله الحمد لله يعني الناس حبت شخصيتي عقب ما عرفتني. قبل كان في دور سويته كنت وايد يعني كريهة بهالدور، كنت كريهة شريرة ما اللي هو، بس المهم الناس حطت ببالها انه كذي فرح، وللحين كرهتني من المسلسل سكن طالبات. سكن طالبات كنت وايد كريهة. انزين، فللحين كرهتني، بس عقب ما شافتني باللايف كذي قالوا انصدمنا من شخصيتك وعفوية وكل شيء. انا عندي سؤال هو حقك وبنفس الوقت حق اللي قاعد يتابعونا من الجمهور. نبي نعرف انت تتوقعين شنو اكثر مسلسل حبه لك الجمهور؟ شكرا. ثانك يو كي اتش فور كار. شنو اكثر مسلسل؟ لا تقولين انت، خلينا نشوف الناس شنو اكثر مسلسل حبوه. لسي وجهك هنا. كاح كاح قالوا على طول قالوا. اوكي يلا قولي. الهدامة. هدامة صح، كاتبين هدامة. فرح الهدامة كان يسموني. فرح منيرة. هو على فكرة منيرة اسم المسلسل. ترى المسلسل كان اسمه منيرة. ايه. وانا كنت منيرة الصغيرة، بس بعدين سووا الهدامة. اوكي. كان رواية هو. اوكي. اوه ثانك يو. دايموند. ثانك يو احمد. احمد صالح شكرا على الدايموند. فرح بأخذك حق مسلسل بنات الثانوية. في بنات الثانوية ايضا كان يعتبر نقلة وايد كبيرة بالنسبة لك، لسبب لانه كان اول مسلسل تقدمين فيه دور الشابة، يعني بنت في الثانوية. كانوا متعودين يشوفونك في ادوار الاطفال. احمد شكرا حبيبي. ثانك يو احمد. ثانك يو فور ذا دايموند. ايش كثر بنات الثانوية اثر في حياة فرح الهادي الفنية؟
غير السؤال غير السؤال. ليش؟ ما أدري ما ذهبت إجابتي. هذا قصو قصو يا جماعة غير السؤال. لا لا تنقل ما يعني شيء ثاني أبي شيء يا أن الإجابة تطلع مني أنا ما أبي أنقلها. أوكي. إذا قلنا مسلسل تعثر رضيك بعد قدمتي فيه شخصية شيء تعتبر شخصية قوية وهم جديدة عليك شنو بعد؟ شنو؟ هذا سؤال ولا شنو قاعد تقول أنت؟ شنو تعليقك؟ تعبت راضيك كان يعني المسلسل هذا وايد كان شيء خير بحياتي. أوكي. ومن بدايته يعني ما أدري وايد أشياء حلوة صارت بحياتي وايد أهداف حققتها بحياتي والحمد لله يعني 2017 أنا من زمان قايلة متفائلة بهالسنة يعني 2017 is my year الحمد لله. سنة 2017 سنتك. Yes. Your year. My year. زين فرح هنتكلم الحين على السوشيال ميديا ونتكلم على تواصلك مع الناس وأحياناً اللغط اللي يصير وغيرها من الأشياء. شنو أكثر الأشياء اللي تضايقك في السوشيال ميديا؟ إن الناس تفهمني غلط لأن أنا دائماً عفوية وأقول أشياء يعني أشياء عفوية يعني تطلع مني ودائماً قاعدة أضحك وأتغشمر وكذي بس الناس تفهم شيء غلط تفسر أشياء على كيفها وتكرهني ويعني ما أدري فهل الأشياء هل هذا الشيء السلبي من السوشيال ميديا في الأشياء إيجابية أن الناس تعرفني تعرف فرح تعرف فرح شنو قاعد تسوي بحياتها اليومية شنو عرفت شخصيتي فرح بسألك عن شيء وايد جريء سويتيه هالسنة وقبل فترة اللي هو لون شعرك وايد ناس يقولون انه يعني صعب جدا ان ممثلة تستغني عن لون شعرها الطبيعي الاسود تصبغه هذا اللون خاصة انهم تعودوا عليه طول السنين اللي طافت بالشعر الاسود الطويل فشون ومن وين جاتك الجرأة او شلون قدرت تسوين شعرك اول شيء انا قصيت قصيت شعري هذه كانت وايد خطوة جريئة لأن أنا كنت قايلة شعري أسود طويل ومربيته صار لي سنين أقصه ايه؟ وكنت قايلة مستحيل إن شيء لوك ثاني يطلع حلو علي اوكي. بس أنا تفاجأت إن أنا شعري مكسر أحلى علي والناس حبتني فيه أكثر فخلاص يعني كل فترة قاعد أصبغ شعري لون ثاني والحين فترة العيد يعني أنت عارف يعني ماكو إنه مثلاً أنت قلت لي ممثلة وشعر أسود وشلون إذا في أدوار وكذي وتشعرك أزرق الحين أنا صبغته برمضان شعري الأزرق ف thank you MJ for the heart أنا بس أنت بس قاعد تسوي شيء وخلي الكلام على فرح فالأزرق سويته لأن أنا بخاطري من زمان أسوي شعري أزرق والأزرق يعني بعد يروح يعني كل ما له يصير أشقر وعندي وقت يعني إذا في عمل جاي إن شاء الله عندي وقت إن أنا أغيره يمديني إنزين إحنا وصلنا حق فقرة اختار شخص من بين اثنين وعليك أنت تختارين شخص واحد وما راح نطوف أوكي إلا إذا أهمل أختار على أي أساس تحبين يعني أنت تحبين أوكي. أنت تفضلين أوكي راح نبدأ مع الممثلات ونقول شجون ولا هي عبد السلام الاثنين لا لازم تختارين واحدة هاي عبد السلام هاي عبد السلام وجه تحية حق هاي عبد السلام شجون بعد وايد أحبها بس هو قاعد يخير لا أنت تحبين مو إن هي أفضل ولا هي أحسن أوكي أنت هي. تحبين هاي عبد السلام هند ولا مرام مرام أوكي راح نروح حق إلهام الفضالة ولا زهرة عرفات زهرة عرفات بس والله أحبهم اثنيناتهم أوكي موجه لهم كلهم تحية نروح حق المطربين اوكي عبد المجيد عبد الله ولا راشد الماجد راشد الماجد شكرا ام جي على السياره نوال ولا احلام نوال عبد الله رويشد ولا نبيل شعيب عبد الله رويشد شكرا فرح على الاجابه عفوا خلصت خلصت من كانت وايد خايفه من هالفقره بس فقره سهله وبعدين هي تعتمد انت تحبين منو الموضوع ما له علاقه ان منو افضل مساله يعني انا احبهم كلهم بس اكيد بس هو قاعد يخيرني يعني انا مثلا تبين اجاوب جاوب اوكي انا احب شجون اذا قلنا هيا ولا شجون راح اقول شجون اذا قلنا من السؤال مرام ولا هند احب مرام الهام ولا زهرة؟ زهرة بعدين من رويشد ولا منو؟ رويشد ولا نبيل؟ حبهم اثنين هم؟ جاوب يا حمني لما تصيرين لا جاوب لا انا رويشد اوكي بس خلاص بس انا جاوب يقولوا لك عقيل ولا عبد الرحمن؟
اثنيناتهم. زين على هالطار ايش رايك نسولف شويه ويا عقيل؟ يلا خلينا نسولف. صح لازم نسولف ويا عقيل. يا ريت عقيل يدخل. يا ريت تدق علينا جست. يا ريت عقيل تدق علينا جست. اللي متابعين عقيل يدخلون عليه الحين على الانستغرام علشان يدش علينا سناب شات تقولوا له يكلمنا بليز. خلينا نروح حق الكومنتس ايش يقولون. نيني تقولش I love you too much. I love you too. كان ناطرين بس عقيل يدق علينا النقص. عقيل دق دق عقيل دق. اوكي يلا ان شاء الله بندور عقيل. واحنا عقيل يدق علينا. عقيل جوينت. عقيل جوينت. اهلا اهلا عقيل. نورت يا عقيل. وين عقيل؟ كاع دق عقيل. عقيل. طبعا عقيل. تقول تشبين نوازر بي. وايد قالوا لي وايد خاصة بالشعر الأشقر اللي سويته. شعر الأشقر إيه. كان كم فترة صبغت أشقر. عقيل. سلام عقيل. أوه صدق. كنت قاعد تابعنا يعني. يلا. يلا. أول شيء مساء الخير وإحنا وايد سعيدين بوجودك ويانا. على شاشة تلفزيون الكويت وقول سؤال. فكرة وايد حلوة وايد جديدة ومفيدين إن شاء الله بس بسأل فرح سؤال أليسا ولا أليسا اختاري بينهم. إن شاء الله بس بسأل فرح سؤال أليسا ولا أليسا. أليسا طبعاً. إنزين عقيل أنت الحين أليسا ولا أليسا؟ اوكي على فكره بيناتهم اختار عقيل الرئيسي من اشد المعجبين بالرائعه اليسا مثل ما انا من اشد المعجبين بالرائعه اصاله فايش رايك تسمعنا شيء حق اليسا بصوتك؟ ايه يا ريت لو تسمعنا شيء حق اليسا يا عقيل من اشد الحين الحين اي الحين عشان احنا نبي عدد المشاهدات ترتفع وتزيد من صوتك رائع. على كل حال مشكور عقيل حبيبي ثانك يو وايد على المشاركه وايد قريب 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 راح يكون معاي عقيل في بث لايف وابيكم انتم تكونون كثار وتتابعونا وتشاركونا باي باي عقيل ثانك يو فور ذا كول اجمعين يا رب لا تيبي ان شاء الله باي باي عقيل عموما أنا بعد وايد كنت سعيد بوجودك معاي فرح. كنا في لقاء قصير استمتعنا فيه. شكرا شيماء. كنا في لقاء وايد سريع وبسيط استمتعنا فيه. حبيت إن يكون أول ضيف يطلع وياي في خليك لايف شخص وايد قريب علي. صدق أنا الوحدة؟ يس. حاولني. ثانك يو. أنت على قبول الدعوة شكرا على إنك جيتي عشان تبين تقولين حق كل اللي قاعد يتابعونا الحين في خليك لايف. Thank you for watching ومشكورين وايد على السبورت و thank you حمني توني أدري إن أنا طبعاً أنا أول ضيفة وأنت one of my best and closest friend بس والله thank you فرح أتمنى لك كل التوفيق على فكرة اللي قاعدين يتابعونا الحين بنقول لهم إن إحنا بعد وصلنا وياكم في كام حلقة اليوم إن شاء الله تكونوا استمتعتوا واستانستوا وفرحتوا في هذه الحلقة بنرجع نلتقيكم الأسبوع الجاي الحين نقول باي 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 بس والله.